Allah.
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أتقدم بالتهاني الحارة لسكان أزرغان وللشعب المغربي ولمشاهدي هذا الموقع، ونقول لهم عيد مبارك سعيد، ونطلب الله تبارك وتعالى بهذه المناسبة العظيمة أن يتغمد الوالد ديالنا الميتين برحمته الواسعة، وأن يجمع شمل الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يبعد عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ننصر الإسلام وعز المسلمين، وأن يصلح أبناء هذا الشعب وأبناء الأمة الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.